كيف شعورك بعد عودة الدراسة؟ الحمد لله أحسن. لاحظت ليش الحرص على جلبة المطهر مع كرم الوالدة بيت يعني؟ إيه كورونا ما نقدرش نمشي من غير. لابد يكون معكم صح؟ إيه. كيف؟ كل إمكان. كل إمكان. إيه. كيف رأيت الإجراءات اللي شنو؟ بتاعت الكورونا والقيد كويسة. الحمد لله. بدنا مشكم كيف بعد على بعض نديرونا معكم ونركو قصنا حرارة. يوم تدخل كل يوم. إيه كل يوم. وفي فترة الدراسة كانت مش يوميا صح؟ لا مش يوميا يوم بعد يوم. مش ما يبدش فيها. مش ما يبدش في مخالطة هيك. مخالطة. كيف تشوف الإجراءات بتاعت الوقاية؟ نلتزموا والله. نلتزموا. الكرة معقمة. إيه. شنو الإجراءات اللي تدخل في الدراسة؟ ألبس في الكمامات، ندير في المواقم، حتى بعد الاجتماع. الدراسة مش يومية صح؟ إيه يوم بعد يوم. هذا كله باش تقليل قصة ال إيه. شو تشوف سير الدراسة كويس يعني في التحصيل العلمي؟ كويس إيه الحمد لله. تحيل فرحان بعد إيه عادي الحمد لله. والله دوري هنا في المدرسة هنا مدرسة إشراف عام مسؤولة على دخول الطلبة وخروجهم وتكليف الأبلات الاحتياطي دخول الفصول في حالة غياب أبلة يعني، ودوري تو في عملية التباعد الاجتماعي بنجاح كورونا، تو معناها الواحد يخاف زي ما يخاف على نفسه يخاف على غيره يعني، وهذا مصغارنا لهذا نحافظ ونحاول إن ما فيش اجتماعات ما فيش بالنسبة للطلبة ولا للأبلات يعني. يعني إشراف العام. متابعة حتى على دخولهم على خروجهم. خروجهم أيوة دخول الطلبة وخروجهم لو إنه بينزل لوطة ولا بيستخدم الحمام هذه والأبلات في دخولهم للفصول الاحتياطي يعني. الحرص على التباعد الاجتماعي. مع أكيد وتهوية الفصول هذه هي يعني هذا ماشي لما خش الفصل نقاش فيه ف. روشن مفتوح على الأقل روشن يعني إن التنفس الطلبة أشبه عدد الطلبة 18 تنفسهم يعني وتنفس الأبلة لازم يكون فيها تهوية يعني. كيف رأيتي التجاوب؟ لا والله الحمد لله يعني كلها مهتمة وكلها حريصة يعني على العملية هي يعني الحق. أيوة العودة الآمنة للطلبة أظنها آمنة بالفعل، والتعقيم من الأسفل ودرجة الحرارة مقياس الحرارة من الأسفل معناها من قبل يركب الطلبة كلها تنقاس للحرارة ويتعقم إيديه ويركب للفصول إن شاء الله. والله كويسة حتى هي ما نزلوش كماماتهم هلبا حتى اللي نقوم نزل كمامته يعني نضغط عليه إن ألبس كمامتك يعني لازم لأن هذا مرض مش وإن شاء الله خير يعني. والله ننبه إن كل ولي أمر يعني يحرص على ابنه حتى معناه معاه كمامته والجيلي بتاعه أو التعقيم بتاعه عادي يبدأ في جيبه مش مشكلة يعني فهمتني. هني عقموا فيهم في المدرسة لكن تعقيم الجيب هدايا لازم منه ولازم يحرصوا إنه هل جاي حنتعدوها كنا يعني أولياء الأمور وبلات وطلبة ومدرسة ووزارة وإن شاء الله خير يعني إن شاء الله أجمعين إن شاء الله أستعدي ورد الله. طيب ستسامة في ظل العودة الآمنة للدراسة في ظل جائحة كورونا شو هي الإجراءات الطيبة التخطيطية والله حاولنا الحمد لله والتوفيق من عند الله إن نقوم بأشياء احترازية باش الطالب يعود للمقعد متاعه ويعود للفصل متاعه والمعلمة ويكون حتى نفسيا متهيأ يعني عام كامل تقريبا الطلبة مجروش ضروري نهيئوهم نفسيا قبل ما نهيئوهم دهنيا ضروري الطالب يرجع وما يخافش من كلمة كورونا لأنها شاعت كلمة كورونا وسببت حتى الرهبة فينا احنا الكبار ما بال العيل الصغير. والحمد لله قمنا بخطوات احترازية وعقمنا المدرسة أكثر من مرة ووفرنا الأمور الاحترازية وإن شاء الله توفيق من عند الله. طيب الطالب من دخوله شنو الإجراءات التدخلات؟ لو ما يدخل المدرسة كيف يصير؟ طبعا أول ما نستقبلوه احنا هيئة التدريس نستقبل الطلبة نوقفوهم طبعا حسب
متر متر ونص تباعد ناخده في التباعد، وضروري الكمامة نمر على الطلبة إنهم لابسين كماماتهم بالطريقة الصحيحة، ونعقموا فيهم نديروا لهم في المعقم، ويعني نديروا لهم في نقيسوا لهم في الحرارة متاعهم، وإن شاء الله ربك يساعدنا على الشيء هذا إن شاء الله. كيف تجاوب وزارة التعليم؟ هل هي مدت الكمامات وفر في صفة مستمرة والله والله تو وزارة التعليم هي وتم يخفاش عليكم إنها تحاول بقدر الاستطاعة أن تهيئ إدارات المدارس بصفة عامة للشيء هذا، يعني هي وفرت الميزانية التسييرية ووفرتنا كيف نتحرك، يعني مبدئيا ما نعرفوش هل طول الجائحة ما طولش، هذا العلم عند الله، لكن هي حاليا وفرت لنا يعني أعطتنا سيولة. مشكلة إن سيولة عطلت شوية في المصارف، كيف إن وبالوقت هو مفروض كان إن قبل على الأقل ما تقرر عودة الدراسة كانت موفرة كل شيء، باش حتى إحنا نقدروا كيف نخدموا كإدارات، يعني إحنا نخدموا بجهد ونخدموا بالفلوس اللي تعطينا فيهم، والحمد لله يا ربي ما قصرناش على الطلبة، والحمد لله نبي نطمن حتى أولياء الأمور، هذه أماننا إحنا في رقوبتنا إحنا، يعني حتى إحنا رانا معرضين للخطر زي ما الطالب متعرض للخطر، إحنا متعرضين للخطر لأن عندنا عائلات، والخطر هذا لو إني ما اهتمتش بالطالب يعني بيولي علي أنا أول حاجة، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. طبعا بالنسبة على موضوع الطاليات اللي تزت الأيام الدراسية، مثلا بدل ما الطالب بيجي بصفة يومية بيجي يوم بعد يوم إلا حصل على تبع، ماذا تأثيره على التحصيل العلمي؟ هل تستطيع تكمل المنهج يعني؟ هو إن شاء الله بإذن الله حيكون الفائدة للطالب أكثر من إنها مضرة للطالب. التقسيم الفصول يعني بدل ما كانت الفصل فيه 30 وفوق 30 طالب يعني أصبح 15 طالب في الفصل، يعني حتى الطالب معلومة متاع الأبلة توصل يعني بسلاسة، يقدر يستقبل المعلومة من الأبلة، خير ما إن الفصل مضغوط 30 طالب، هذه كويسة. أما تقسيم السنوات حاولنا إن نقسمه عدد الفصول، لأن مستحيل إن نقدر نفتح الفصول كلهم يقروا مع بعض، نبي معنا قريب 40 فصل، وهذا مستحيل في الظل قلة المقاعد والإمكانيات البسيطة زي الصبورة زي الحاجات هذه. لكن حاولنا نقسمه 3 أيام بثلاث أيام، إن الطالب يقرأ يوم ويوم يرتاح، باش اليوم الثاني لما يجي يكون على الأقل المعلومة اللي وصلت اليوم اللي قبلها يقرأها ويراجعها، ويكون يعني إن شاء الله ترسخت في الدماغ إن شاء الله. مشاكل تبرز لما تخش للواقع العملي، تبعثوا في توصيات مثلا للوزارة يعني في مسألة إن إذا كان العملية تستمر لابد محتاجين عدد أكثر من الصبورات مقاعد كذا. هو إحنا تو نخاطبه في المراقبة. هو إحنا تو إن شاء الله المراسلاتنا تمشي عن طريق إن شاء الله المراقب التعليم، وإحنا حاولت وأنتوا يمكن شبحتوا المقاعد، أنا حاولت يعني إني أكثر من مرة نتكلم عن المقاعد، المقاعد والله نصلحوا فيها بيدينا. ومدابية أنا طالب يقعمز على مقعد جديد مضيف وكويس، لكن الله غالب ما لتو ما حصلتش مقاعد بأمانة، وساعي فيه الموضوع ساعي فيه، وفي جهات إن شاء الله وبإذن الله تأملنا فيها خير، قالت حنوفر لكم بإذن الله المقاعد نوفرهم لكم إن شاء الله بإذن الله. طيب مسألة التعقيم، هل في شركات خدمية ولا أنتم بجهتكم تعقيم بعد انتهاء فصل الدراسة المقاعد يحتاج التعقيم؟ احنا قصة التعقيم هذه، التعقيم ممكن الأدوات هي موجودة قدامكم، ما يخفاش عليكم كان حصلنا بعلاقات حد جانا تطوع انه يعقم بارك الله فيه، ما حصلناش يعني حد يعقمنا، يعني احنا نعقمه كمدير مدرسة، ونشكر استاذ سامي او أسامة ايوب مدرس معاي اللي نشد على يديه وبارك الله فيه، اللي ما يخليش فيها يعني يعقم معاي وموجود ديما معاي في المدرسة، وجهد يعني فوق الطاقة، يعني ممكن الأمور هذه خصصوا لها ناس معينة، يعني التعقيم دير لي زوز ثلاثة يعني فرخهم للتعقيم، لكن كمدير مدرسة أنا كل يوم يعني نجي من الساعة 7:30 8 وبنزيد نقعد بعد الدوام بنزيد نعقم في النهاية يعني الوزارة ما وفرتش الشخص مختص وظيفته هو التعقيم؟ لا من شركات خدمية تمش تعاقب؟ لا 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 توا هو باش وفرت شخص معين إن هو مهمته يعقم المدرسة، هذه ما عطتناش الصلاحية فيها. والأمور الثانية التعقيم هذا عندنا يعني موفرين والحمد لله. طيب هل من التوصيات لهيئة التدريس زملائكم عفوا والولاية الأمور يعني كذلك للمدرسات؟
أنا والله نبي نوصل لرسالتي وإن شاء الله توصل لكل معلمة أو معلم يخاف الله في الصغار. يعني هذه أمانة. يعني إحنا يا ربي خلقنا كنا لحم وبشر وكنا متعرضين لهالوباء وهذا امتحان من الله عز وجل. لكن أما نتصنع ولا نقعد في الحوش ونقول راهو لا مرض وكورونا، يعني حنا نخدم إحنا تو من شهر 5 و6 نخدم من العام اللي فات والحمد لله ما نصبناش، بما أننا معرضين نتعامل مع أولياء الأمور نتعامل مع طلبة والحمد لله يا ربي. فلهذا نشد بالله يا أولياء الأمور ما تخافوش على صغاركم، وإحنا رانا كإدارة مدارس راهو والله هذه أمانة نشوفوا فيها قبل كل شيء. أما المعلمات اللي ما التحقتش بمدرستها واللي ما مشتش الرجال خاص، يعني هذه رسالة ضروري نوصلها. الطالب حرام ما يقراش، حرام ما يتعلمش عام كامل ونزيد احنا تو نتمرضوا ونزيدوا احنا لا كورونا ما نمشيش ولا اله الا الله محمد رسول الله. اولياء الامور نوجه لهم ان يساعدونا في عملية توصيل الطلبة ومروح بهم فقط لا اكثر لا اقل. احنا داخل المؤسسة ان شاء الله الامور الاحترازية امورنا تمام، لكن اللي لاحظته بالذات السنوات الاولى الاول والثاني والثالث زحمة اولياء الامور والربكة اللي يزيدونا فيها يعني قدام المدرسة ويقعد يستنى في اصغارهم وتدريس وزحمة علينا، هذا انت تزيد انت تعرقل فيها، انت تحساب روحك انت جاي تروح بولدك لكن انت تعرقل في العمل متاعي. يعني ما نقدرش في ظل الزحمة نرخي الصغار، انتوا نبوا منكم شوية تساعدونا صغاركم تقدر تستناهم حتى في السيارة بعيدة شوية على المدرسة باش نقدر نوصل ولدك لا سيارة متاعك. وكان مدير المدرسة بأمانة تو مش مشكارية والله العظيم للشارع نوصل فيهم الصغار، لأن هذه في عهدة في رقبتي وإن شاء الله ربي يقدرنا إن شاء الله. معلش فاضل السؤال إن شاء الله في ظل الجائحة أكيد غابت الخدمات طبعا قبل في حفلات نجيب، لكن من باب تقليل الحرص على التباعد أكيد وقف يعني أكيد هو لا هو إحنا من قبل ما نتعاملوش كإدارة مدارس ما نتعاملش، هو الولي أمر يتعامل مع الحافلات الأغلبية، لكن هنا نبهت على الحافلات اللي جوك اللي يجوني المدرسة يعني ونبهت عليهم قلت لهم عاجز ترفعوا الصغار لأن جاينا منشور إن ممنوع الحافلات لأن بيصير اختلاط وبيصير يعني حاولنا إن ننبه عليهم. وهذا يعني الولي أمر أكثر من كإدارة مدرسة، يعني أنت يا ولي أمر مش لازم نبعث ولدي في الحافلة. طبعا هذه المنظومة الكاميرات اللي مربوطة طبعا في المدرسة واللي مربوطة بمنظومة الصوت في الممرات فوق، يعني أي حركة طلبة فوق أو أي أمور مش معناها مدير كل شيء يبدأ مسيطر على الفصول وعلى الممرات كل شيء في الإدارة بتاعه يتفرج عليهم ويبدأ يكلم فيهم بالمايك اللي هي منظومة الصوت، وهذه تسهل هل بعملية يعني المعلمات تسهلهم في أمور الإشراف وكالمدرسين، يعني كل شيء مسيطر على المدرسة بتاعه وكل شيء واضح. وانا ننصح زملائي مدراء المدارس ان يركبوها، يعني ما تاخذش منهم هذيك الجهد ولا هذيك التكلفه بقدر ان تساعدهم في العمل متاعهم وفي اتقان العمل متاعهم. والمنظومه هذه نتمنى انها وزاره التعليم تمد يد العون على المنظومه هذه وتساعد حتى ادارات المدارس اللي ما عندهمش يعني القدره لتركيبها كمنظومه الكاميرات او المنظومه الصوتيه. يعني هي هذه عمليه تعليميه كويسه وحتى الطالب يعني يبدا منتبه ان في معلمين يراقبوا فيه وان امور يعني ممتازه جدا جدا، ونتمنى من الوزاره ان تساعد ادارات المدارس اللي ما تمكنتش انها تركب هالمنظومه ومات في مدارسهم إن تساعدهم كيف يركبوها إن شاء الله. تعال مبارك
غادي تتابع محمد غادي. ايه ايه.